حبايبي فريق العمل الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره، كل سنه وانتم طيبين. عايزين نشوف مقادير السموزه على الشاشه. سموز البطيخ بالنعناع مع السكر مع التلج، حاجه لطيفه وجميله. سموز البطيخ بالنعناع حاجه جديده. والمقادير على الشاشه علشان يساعد على الهضم. طبق الفته ده لازم صحن البطيخ جنبه. طبق الفته ده تاني بقول لازم صحن البطيخ جنبه. ولحمه الراس الحلوه الجميله دي كده، حاضر عينيا روالك على الطبق. هو ده الله. ونشوف ازاي هنعمل سموزي البطيخ. اول حاجه بحط التلج. حلو. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده يعطش. حلو. وناخد البطيخ، خلي بالك اوعى يكون فيه حبايه بذره بطيخ، هتبوظ المود بعد السفره اللي تعبنا عليها دي. خلي بالك ليه بقى؟ يعني هنشرب السموز نحس ان فيه خشونه كده. ايه ده، بذر بطيخ؟ لا، فشيكي قوي على البطيخ. وفي دلوقتي بطيخ يا درش من غير بذر، بس ما بحبوش انا، احب البطيخ كده اقعد يعني ايه. وفي بطيخ اصفر كمان. شفت انا بقى حابب احط البطيخ بايدي كده علشان لو لقيت لبايه سودا اصطادها. ايه اللي طلع اخضر معانا ده؟ نعناع، ورق نعناع في قلب السموزي. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف. الواحد بيمسك البطيخ بايده كده بيحس بالحنان، بيحس بالعطش والجو الحلو، وعايز بدل ما احطها في الخلاط احطها على بقي. ايه الجمال ده؟ الخلاط اتملى؟ عادي. زي الفل. نعم والله انا مش، انا بصراحه هو في المقادير سكر، بس انا مش هحط سكر. عينيا انا مش عايز سكر بصراحه. يعني ليه بقى يا عم الشيف؟ لان السكر هيبوظ لي طعم البطيخ بصراحه، فانا هكتفي بالايه، بالسكر اللي موجود في البطيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بياخدش وقت ده البطيخ. اقدمه كده مع طبق الفته بتاعي. الف هنا وشفا. السفره هنا بسم الله ما شاء الله عليها كل حاجه، سفره عيد. لحمه الراس عملناها فته، الكبده على النار بتبكبك، ومعانا كمان لسان العصفور الجميل الحلو. اتعرف على اللسان البقري بطريقه جديده النهارده، دخل الفرن حاجه كده سكه البايلا. استوت اللسان العصفور واستوى اللسان البقري، وفي الاخر حطيناهم مع بعض في قلب الايه، الصينيه. تعالوا مع بعض نصب ده كده. الف هنا وشفا للي يشرب. يا ويلي الدنيا حر وعايزه السموزي ده. انا ما حطيتش سكر، مش حابب السكر، انا عايز استطعم البطيخ، بس لو حطيت سكر حسب الرغبه. الف هنا وشفا.